خلي بالك طيب هو برضو التكيس برضو عمل نفس اللي عمله رامون، اللي هو ما لعبش حسام عرفات. حسام عرفات كان متألق جدا في اخر 7 ماتشات او 6 ماتشات، النهارده قعدوا على الدكه ولعب احمد حسن. هل كان في سيناريو في الشوط الثاني ان هو ينزله؟ بس واضح انه نزله في الدقيقه 70. يعني حسام عرفات مقدم مستوى كويس جدا مع ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي بيتحرك وهو بيتحرك عكسه بالظبط، ومع محمد هلال كانوا بيعملوا مثلث رهيب كويس جدا. لكن كابتن عبد الظاهر، بذكر تكيس جونياس، هل تعتقد انه من الافضل انه في حاله بقاء دجله الموسم الجديد انه الراجل ده يستمر على راس الجهاز الفني؟ بس لازم تدعيمات، لازم تدعيمات في الفريق، لازم. لكن قصدي تلعب بنفس الاسلوب ده وتلعب بنفس الطريقه اللي اللعيبه شربتها السنه اللي فاتت. خلينا نقول ان وادي دجله القاعده الاساسيه بتاعتها هي الاستثمار. حلو. وده صح، وانا معاهم 100% تمام. لكن مع الاستثمار وانت بتنافس على الهبوط غير وانت في المركز الرابع والثالث. صح. ده هتبيع بكام وده هتبيع بكام؟ فانت النهارده لازم الاول عشان تشتغل على الطريقه دي، لازم الراجل ده يكون معاه امكانيات لاعبين. مش امكانيات حاجه، انت متوفر عندك كل حاجه، انما فاضل لك شويه تدعيمات تساعدك بقى. بالظبط، شويه تدعيمات تساعدك، زائد ان انت تاخد في المركز. ما تبقاش كده، لان انت لو دعمتك هتبقى انت مطالب كجهاز فني انك تجيب لي مركز. خلينا نقول لو انا بدل المقصه مثلا او بدل المقاولين، هقدم كره عامله ازاي اذا كان انا تحت الضغط ده؟ خلي بالك مفيش فرقه في الدنيا الدنيا تلعب اللعب بتاع وادي دجله ده في البوزيشن في الموقع اللي هو فيه. عندهم ضغوط. صح. بنتكلم انا ماتشين، انا ناقص لي ماتشين، هلعب مع المنافس بتاعي اللي هو حرس حدود، وهلعب مع وادي مع الانتاج الحربي. احنا الثلاثه بننافس على اللي احنا نفس المنطقه تقريبا. لكن عمري كمدرب او لاعبين انا قلت لا، اركن بقى الطريقه دي والعب بقى طريقه تانية اللي هي اللعب التجاري اللي انا عايز منه نقطه اكسب واجري. لا، برضه مستمر. يبقى الراجل ده عنده فلسفه، بس لو حولناها كاداره لامكانيات بقى لاعبين احنا رحنا في حته تانية تمام. هنا بدل ما هتبيع، يعني مثلا النهارده ابراهيم نضاي جايب 11 هدف خلاص، طب لو في واحد كمان جايب 15 هدف هيتباع بكام؟ يبقى اذا لازم الموضوع لازم يمشي بتوازي ما بين الاستثمار لكن كمان بحقق نتائج. بالظبط كده. طيب.